زي ما حضراتكم عارفين الاهلي خلاص هيواجه بيراميدز النهارده، ومباراه مرتقبه جدا ومباراه صعبه. خلينا نقول للطرفين، الاهلي اكيد عايز الثلاث نقاط وعايز يحافظ كمان على الصداره، والمنافس عايز زي ما بيتقال كده المكسب اكيد، وده برده مشروع جدا لبيراميدز. على كل حال هنتكلم في كل التفاصيل دي، كنت بقول لحضراتكم وعندنا كلام كمان كتير جدا، بس خلينا نرحب بكابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر بالاتحادين الدولي والافريقي. وكل سنه وحضرتك طيب، بمناسبه راس السنه وبمناسبه ان كابتن فتحي نصير كمان من مواليد 1/1، مش مهم سنه كام بس كان عيد ميلاده امبارح. صباح الفل. صباح الخير. بونجور جدا عشان حضرتك بتحب بونجور. ايوه صباح الهنا يا كابتن فتحي. يا رب تبقى سنه حلوه علينا جميعا وعلى النادي الاهلي يا رب. يا رب ان شاء الله باذن الله، وعلى الكره المصريه عموما. نتمنى ذلك. والنهارده زي ما بيتقال كده البدايات، بدايه السنه ومباراه هنبتديها الاهلي، ومباراه ليست ابدا سهله، وعلى الصعيدين في تنافس وكل واحد عنده رغبه في الفوز. واكيد انا لو هتكلم عن النادي الاهلي انا ما عنديش رفاهيه ابدا، لا خساره ولا تعادل، فانا عايز الثلاث نقاط بتوعي النهارده في المباراه. كابتن فتحي، احنا بندور على الاداء مع المكسب ولا بندور على المكسب بس؟ هو عموما لو انه كل سنه طيبين، وكل سنه طيبه ليكي في اول حلقه في السنه الجديده في العام الجديد، وكريم كمان ان شاء الله هينضم من الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله. شوف انا القصه النادي الاهلي، حته انه يلعب او ما يلعبش، اداء او نتيجه او كده، مفيش مباراه سهله. دي حقيقه. اي مباراه ايا كانت، ما نقولش دي مباراه صعبه، كل مباراه بتتلعب ايا كان مستوى الخصم، فالمباريات كلها صعبه الى ان تنتهي بالفوز. نقدر نتكلم على المباراه بعد المباراه، نشوف احنا قدمنا ايه، وصلنا لفين، رحنا ازاي، الكلام ده كله. المباراه طبعا مع فريق محترم، فريق له أداء، فريق من الفرق اللي هي مرشحة، ودائما بيراميدز من ضمن الفرق اللي هي تلاقيها في المثلث، مش هقول في المربع، لا في المثلث، يعني بيراميدز، زمالك، أهلي، الفرق دي كلها هي اللي بتحارب أو هي بتتصارع أو بتتنافس على القمة. فإذا من فرق القمة، طيب النادي الأهلي، بيقولوا النادي الاهلي ان بيلعب مع الفرق الكبيره احسن ما بيلعب مع الفرق اللي هي مش مرشحه. قد يجوز، وهنقول السبب. انا نفسي اعرف السبب. السبب ان معظم الفرق اللي هي بتلعب مع النادي الاهلي بتتكتل، بتلعب بطرق دفاعيه، بتتكتل وبتستقتل. ما يعني طبعا ده بتبقى المباراه الوحيده للاعب او المباراتين، لانه بيلعب الاهلي مرتين، المباراه اللي بيبقى فيها عرض اللاعب في عصر الاحتراف. صحيح. عرض اللاعب في عصر الاحتراف، انت لما بتشوفي تمشي في السوق في المحلات في الفترينات بيعملوا احسن حاجه في الفترينات، مش الحاجات اللي جوه، فاللاعيبه دي بتادي احسن اداء مع النادي الاهلي، لان مصر كلها بتتفرج يوم ما النادي الاهلي بيلعب. هتقولي مصر كلها، اقول لك سواء جمهور الاهلي او الجمهور المنافس. صحيح. لان كلهم عايزين يشوفوا الاهلي رايح فين وجاي منين، وبالتالي فده الفتره الوحيده اللي هي ممكن لاي لاعب عايز يعرض نفسه في عهد وفي عصر الاحتراف اللي احنا بنقول عليه ده. كويس جدا. انا دلوقتي لو هتكلم قبل المباراه النهارده واقيم المباريات اللي فاتت، لعبت فيها كويس وفي ماتشات ما لعبتش فيها كويس، بس الحمد لله ما خسرتش، اتعادلت وكسبت. بس في نفس الوقت كان في صعوبات في الفوز، يعني مثلا اخر مباراه مع سيراميكا لما اجي اتكلم، او مباراه سيراميكا، يعني هو انا ليه اتعادلت مع سيراميكا؟ يعني المباراه ليه برضو ما انتهتش على طول؟ ليه ما قدرتش ان انا احرز اهداف؟ ليه كان في زي ما بتقال تضيع لبعض الفرص السهله؟ خليني اروح مع حضرتك لده برضو كابتن فتحي، لو احنا بنعمل ده هنا ما زالت هذه النقطة عندنا فيها مشكلة، طب ما أتوقع إيه النهاردة مع بيراميدز؟ ما برضو أنا عايز أطمن كجماهير، أنا بتكلم هنا من وجهة نظر جماهير النادي الأهلي. كجماهير النادي الأهلي لازم، شوف اللعيب أو اللعيبة، المدرب اللي معاهم، أي مدرب عايز يكسب، مفيش مدرب عايز يكسب مباراة، وأي لاعب عايز يكسب، لكن في التوفيق. ممكن النهاردة مفيش توفيق، واللي أنا شايفه، هل تقول لي هل التوفيق في مباراة؟ ممكن في مباراة، ممكن في فترة. التوفيق غايب عن فرقة النادي الأهلي
بقاله كان دلوقتي 22 دي سنه يعني الصراحه. يعني هي دي الكره المصريه مش ما انا كنت لسه بقول ده في الانترو بصراحه سنه وحشه يعني على الكره وعلى النادي الاهلي لا تحديدا. يعني على النادي الاهلي وعلى الكره المصريه عموما حاجه يعني غريبه. سواء منتخبات او سواء انديه يعني برضو نفس القصه دي. فبالتالي الواحد لازم يبص ويعرف ان الفتره دي عدم توفيق للنادي الاهلي للاعبته لاجهزته، مش اجهزته يعني الاداري والمدرب، لا بتحس كده في فتره خمول وهبوط. هي بتحصل لانديه العالم كلها، بس انا لو هتكلم عني تحديدا وحاجه نطلع قيم منها ان شاء الله وتكون البدايه بيراميدز. نتمنى 2023 تبقى مختلفه طبعا على الكره وعلى النادي الاهلي اكيد، بس عشان ده يحصل لازم برضو ان انا لو عندي مشاكل احلها. النادي الاهلي بكلام كابتن مارسيل كولر تحديدا المدير الفني طبعا في المؤتمرات الصحفيه اللي بتبقى لاحقه للمباريات بيتحدث دائما عن فكره اهدار لبعض الفرص، وده بحترمه جدا في المدير الفني اللي بيطلع يتكلم عنها في مشاكل معينه. اهدار الفرص لو حصل النهارده في مع بيراميدز هيبقى امر اعتقد غير مقبول تماما. من وجهه نظر حضرتك ازاي ممكن شكل المباراه يعني يكون، وفي نفس الوقت ازاي انا كفريق لو حضرتك مثلا مدير الفني انك تقضي على قصه الفرص المهدره اللي ممكن توصلنا لنتائج ثانيه خالص؟ هي نقطه برضو عاوزين نركز فيها، حته المشاكل اللي عنده هي مش مشاكل اداريه أو مشاكل خاصة بالإدارة أو الفرقة. هل هي فنية مثلاً؟ هي حاجات فنية للاعبين، إن اللاعبين فقدان الكرة، كرة القدم ما هي إلا إيه؟ إنك تمرر صح، تستقبل صح، تنهي صح، تفكر صح، كل ده معنى إن أنا أفقد الكرة، معنى إن أنا بدي الكرة للخصم، معنى إن أنا أبذل مجهود تاني عشان أستخلص الكرة، لأن المباراة بتتلعب بكرة واحدة. الكرة واحدة دي هي اللي احنا عاوزين نجيبها جول، فطول ما هي معايا الكرة مفيش خطورة عليا. يعني الخصم مش هيقدر يعمل حاجة لأن هي الكرة معايا. فإزاي أنا أحافظ على الكرة دي إلى أن أنهيها في المرمى؟ هنا الفقرة أو حتة الضعف أو حتة اللي أنا شايفها في فرقة النادي الأهلي فقدان الكرة بسهولة، بستخلصها بالحماس وبالروح وبعدين بفقدها. بتفقدها خلاص مش هتجيب جول، ما انت هتجيب جول بالكوره. معنى انك تفقد الكوره يبقى بتشكل خطوره على فرقتك، لان هم بالكوره دي ممكن زي ما بنقول المباراه بتلعب بكره واحده فقط في الملعب. فلابد الحفاظ على الكوره يبقى الحفاظ على الاستلام، ان انا مرر صح وان انا استلم صح. مين اللي بيمرر اللاعب؟ لازم يكون عنده التركيز. مين اللي بيستقبل اللاعب؟ لازم يكون عنده الدقه والتركيز ان هو برضه يستقبل. ثم انهاء الهجمه، عدم التسرع. التسرع مش السربعه، لان في ناس لازم يكون في سرعه الاداء وليس التسرع في الاداء. فرق بين الاثنين. النادي الاهلي بيبقى نازل عايز يلعب بسرعه، عايز يلعب باداء، عايز ينهي المباراه، فبيختلط بين السرعه والتسرع. التسرع ان انا افقد الكوره، تسرع يعني ان انا بتحرك بدون فكر. السرعه ان انا بتحرك بفكر، يعني هلعب الكوره بسرعه يبقى هلعب فيها دقه، يبقى اذا ده فيها. اما انا لو ما لعبت الكوره بالتسرع فانا هفقد الكوره، لان هلعبها بنشوفها حالات التسرع من بعض اللعيبه دي كتير كتير كتير، في تسرع كتير. هل ده كان ملحوظ اكتر في سيراميكا ولا في سموحه؟ في الماتشين. في الماتشين. وعشان كده احنا الماتشين لم نوفق في احراز اهداف، لان الطبيعي ان الاهلي يحرز اهداف ويسجل اهداف كتيره بكل الطرق، سواء من الكرة الثابتة، من الكرة المتحركة، من الأساليب الخططية، من المهارات الفردية. كل دي كانت بعيدة عن اللعيبة أو لاعبي النادي الأهلي في المباراتين. طيب أنا برضو لسه مش عايز أدخل دلوقتي على بيراميدز، عايزين نحلل شوية الحالة اللي احنا فيها فنيا وبعد كده نخش على بيراميدز عشان فيها كلام كتير. تاني هرجع وحضرتك لو نقيم حتى هذه اللحظة بالمباريات اللي اتلعبت برضو والنتائج والأداء وغيره، بتشوف برضو كابتن فتحي النادي الأهلي ماذا ينقصه علشان نرجع نقول إحنا الأهلي بتاع 2020 لو حضرتك فاكر، والثلاثية العظيمة وقبل 2020 وغيره،
قبل الكبوه اللي حصلت عندنا اللي ليها اسباب كتيره جدا، منها ضغوطات، منها تحكيم، منها الاسباب كتيره، منها فنيات بالمناسبه. ما نقدرش نيجي نقول لا لا احنا زي الفل واحنا مظلومين، كان عندنا مشاكل فنيه ايضا. لكن علشان اقول ان ده عايز احله، تحط لي كده ايدك على النقاط معينه كابتن فتحي وتقول لي او تقيم لي الحاله حتى هذه اللحظه. نفسي لاعيبه النادي الاهلي هم مش قليلين طبعا، ونفس صنعوا تاريخ كبير مع النادي الاهلي بالمناسبه. الجيل اللي احنا بنتكلم فيه ده عملوا بطولات، سواء عملوا بطولات محليه او عملوا بطولات في قاريه او عملوا بطولات في كاس العالم للانديه. تمام، اذا عملوا بطولات. اللي بيعمل بطوله سهل يرجع لها، صح، لان هو البطوله دي بتتصنع بصعوبه. عشان اوصل للقمه في اي بطوله من البطولات اللي انا قلت عليها دي، سواء البطولات المحليه او بطولات على مستوى القاره او البطولات كاس العالم للانديه، دي بتاخد وقت وجهد ومجهود من اللاعبين عشان يصنعوها. احنا عاوزين نرجع اللاعبين للحاله بتاعتهم اللي هم كانوا فيها الاول، وبالتالي يقدروا يصنعوا تاني. مش ممكن اطلب من حد يصنع لي حاجه وهو ما هوش فايق وهو مش رايق وهو دماغه مش مركز. وهو بدنيا موجودين الحمد لله في دلوقتي فترات من الراحه تقدر، فنيا هي دي النقطه اللي عندهم، عدم التركيز في الملعب، عدم التركيز في اتقان مهارات او الواجبات الخططيه في الملعب بالنسبه لكل لاعب في مركزه، عدم ساعات مش بقول الروح، الحماس مش عايزه يوجه يبقى حماس بدون تركيز. انا عايز الحماس المركز، ان انا حماس ان انا استخلص الكره، حماس ان انا اشوط عشان طريقه التسديد. بعد كتير قوي الحاجات دي بتبين او بتشخص للفرقه كلها على بعضها ايه، ان الفرقه دي التركيز شويه عندها مش مظبوط. هتقولي طب يعني الجانب النفسي نجيب دكتور نفسي؟ لا، هم مفيش اي حاجه، هم عاوزين هدوء، والهدوء اللي يسبق العاصفه دايما. يعني يحصل هدوء وبعدين يبقى في العاصفه. والفتره اللي فاتت على فكره كان فيها هدوء كويس، يعني احنا خدنا فتره كويسه جدا من الراحه من الاستعدادات. اعتقد كده مش زي الموسم بدايته اللي فات. بالظبط، انا عايز هدوء اللاعب في استقبال المباراه، هدوء اللاعب. حضرتك تقصد الضغط على اللاعب ما يبقاش موجود عشان يبقى فيها سلام نفسي. انا عايز يبقى هادي، لان كل ما انت فقدت نقط بتحط عليك ضغوط اكتر. يعني كل الفرقه نزلت ففقدت نقط، فراح جاي الماتش التاني عايزه تعوض، فتبقى ضغوط اكتر فتفقد نقط فتبقى صحيح. تعوض اكتر. صحيح. للاسف الضغط ممكن يشكل نتيجه عكسيه تماما. هو مشكل كده، دي حقيقه. يعني ما هو هي سلسله احنا عاوزين نقطعها، لو اتقطعت دي خلاص اللاعب هيرجع الريكفر بتاعه، مش الريكفر ان هو يريح بدنيا، ريكفر نفسيا، ريكفر الضغوط دي هتضيق منه. هو يمكن الكامباك بتاعنا فنيا موجود، يمكن الشق اللي لسه شويه هو نفسيا. يعني اعتقد دي نقطه حضرتك ذكرتها مهمه جدا برضو ان احنا كنا نركز عليها. على كل حال هنرجع بقى ونتكلم بعد الفاصل عن بيراميدز والتشكيل والتوقعات، وهل احنا المفروض نلعب هجوم من الدقيقه الاولى ولا دفاع، والمتوقع كمان من بيراميدز هيكون ايه بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع نكمل. صباح الهنا مرة كمان على حضراتكم، سنة جميلة وسعيدة وناجحة علينا يا رب كلنا. كابتن فتحي نكمل بقى ونخش على بيراميدز. خلينا نخش على التقيل. طيب، عندنا الأهلي وبيراميدز النهاردة إن شاء الله الساعة 7 على استاد القاهرة، ومباراة تاني هنرجع نقول مرتقبة وصعبة، ولازم لازم الأهلي بإذن الله يحصل على الثلاث نقاط بأي شكل من الأشكال. العب بقى كويس، العب وحش، اعمل اللي تعمله. أنا عايز الثلاث نقاط بتوعي، لأن إحنا في فترة صعبة والارقام بتتعد. وعلى الصعيد الاخر بيراميدز عايز يكسب، اكيد احنا عايزين صداره وهو عايز يكسب، وبرده مشروع. من وجهه نظر حضرتك كابتن فتحي، النهارده اللعب بدايه هيبقى بشكل هجومي بشكل دفاعي بميكس ما بين الاثنين؟ يعني ازاي ممكن مارسيل كولر يدير هذه المباراه عشان الفوز الاقرب والاسرع؟ شوف، اساسا اي فرقه عاوزه تكسب لازم يكون عندها سوليد ديفنس، يعني هيكون عندها دفاع قوي. اي فرقه، شفنا في كاس العالم، شفنا المغرب وصلت لفين، وصلت بدفاع قوي. دفاع قوي ان انا نمره واحد ما يخش فيها جول، نمره اتنين ان انا افكر اجيب الجول التاني. تمام، فنقول العب دفاع ولا هجومي؟ انا لا هلعب دفاع ولا هجومي، انا هلعب
اللعب المعتدل بتاعي. ما هو اللعب المعتدل بتاعي؟ ان انا معايا الكرة فاصبحنا كلنا مهاجمين، ويكون كل واحد فينا بما فيهم حارس المرمى او اللي مش ناوي يمسك كرة يبقى بدأنا الناحية الهجومية. اما اجي على الدفاع، اول ما نفقد الكرة، اي لاعب يفقد الكرة، مهاجم يفقد الكرة، راس حربة يفقد الكرة، وسط ملعب يفقد الكرة، اصبح ال 11 لاعب كلهم مدافعين طالما الكرة مش معايا. اذا انا لا هلعب بطريقة دفاعية ولا هلعب بطريقة هجومية، انا بلعب طريقة متزنة ما بين الدفاع والهجوم. معايا الكرة يبقى لازم اهاجم. بقول ليه لازم اهاجم؟ مش هضيع وقت. في فرق اللي هي بتبقى مستواها اقل او كده تقول لك لا، اما انا باخد الكوره احاول استحوذ فيها اضيع وقت عشان ما يخش فيها جوان. لكن النادي الاهلي لا، ده انا وانس ان انا خدت الكوره استلمت الكوره لازم ابدا الاسلوب الخططي بتاعي، الواجبات الخططيه بتاعتي عشان ان انا اكمل طريقه اللعب بتاعتي، ان انا اهاجم عشان اجيب جوان. طيب فقدت الكوره يبقى انا لازم ادافع. مش معنى ان الناس يعني بيتكلموا برضو يعني في النادي الاهلي زي ما حضرتك تفضلتي او الجمهور يقول هيلعب بطريقه ايه؟ هيلعب بطريقه 4-1-4-1 ولا تشكيل مختلف خالص كولر هيفاجئنا بيه مثلا، ولا 4-3-3 لو كده؟ طب ليه احنا ما نستمدش فكرنا الكروي من مباريات كاس العالم؟ هل تعلمي ان 32 دوله 32 دوله في كاس العالم 15 دولة منهم كانت بتلعب 4-3-3 4-3-3 15 دولة. منهم مين؟ منهم فرنسا اللي وصلت نهائي، منهم مين؟ المغرب، منهم مين؟ كرواتيا. اللي المربع الذهبي فيه 3 4-3-3 4-4-2 الأرجنتين كانت بتلعب اللي وصلت 4-4-2. إذن مش عاوزين نقول هل كولر يلعب ب 4-2-3-1 ولا 4-3-3 ولا 4 ايه؟ لا، احنا نسيبه يلعب بالطريقه، لكن واجباته الخططيه بقى، واجبات كل لاعب في الطريقه اللي هو حاططها هي اللي بيتحكم فيها نجاحه او عدم نجاحه في تنفيذ الواجبات الخططيه لكل لاعب في الملعب. تمام. كل لاعب في الملعب احنا بنلعب بايه؟ انت عليك دور، بيقول له لما الكوره تكون مع الخصم انت دورك ايه؟ هتراقب فلان، هتقرب على كده، هتضغط على ده، هتروح ضغط عالي لقدام، هترجع لورا، هتلعب زون. دي واجبات خططيه داخل مباراه طالما الكوره بتتحرك. طب لا، احنا خدنا الكوره، ايه واجباتنا؟ انت اللي معاك الكوره، مين اللي هيروح لك؟ وانت هتتحرك ازاي؟ وهتبص ازاي؟ والباقي كله هينقل ازاي؟ وهنرحل عشان نوصل للهجوم ازاي؟ فاذا بلاقي كتير ناس بتتكلم في طريقه اللعب وخطه اللعب، سيب الكلام ده كله، وزي ما حضرتك سالت السؤال هنلعب بطريقه دفاعيه، هنلعب بطريقه هجوميه، المهم بقى داخل الملعب ايه اللي بيحصل، ايه التنفيذ اللي هو. وبعدين وانا قلت يعني ذكرت دلوقتي ان الكلام ده مش من فراغ، لما بقول 15 دوله من ال 32 في كاس العالم اللي هي قمه الكره العالميه بيلعب 4-3 بس التنفيذ بقى واللعب على الأرض، المهم التنفيذ، المهم انت ازاي تنفذ. طب كابتن فتحي لو هروح مع حضرتك برضو النقطة، يعني هل أنا لا قدر الله، ها لا قدر الله لو أنا خسرت النقاط بتاعتي، هل ده ممكن يكون وحش جدا ليه بعد كده؟ أنا بقول بقى عندنا أفريقيا ومونديال الأندية، يعني خليني أطمن خلينا نعرف لا قدر الله هنرجع نقول تاني. انا يعني انا عاده تعودت في كره القدم او في حياتي هي دي نتيجه من احد نتائج المباراه فوز وهزيمه وتعادل. حته الهزيمه ما بتجيش في بالي، ما بحاولش اجيبها على يعني خالص، وخصوصا في النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي دي بعيده عليه، يعني ما بتحبش السيناريوهات السيئه خلينا نقولها. الضلمه دي انا ما يعني ان شاء الله تكون خير، واحنا في صباح جميل وفي سنه جديده يعني احنا بنقول احنا دايما بنلعب متفائلين وبنلعب في النتيجتين اللي فوق. يعني النتيجه دي يعني طبعا انت بتقوليها كلامك صح، لان ده في كره القدم ثلاث نتائج في كره القدم، هزيمة تعادل فوز. هو في الحياة عامة برضه في الحياة يعني انت في حياتك ممكن بتخسري حاجة، ممكن تكسبي حاجة، ممكن حاجة لا تكسبي فيها ولا تخسري فيها، صحيح في حياتنا العامة يعني. لكن انا شايف ان شاء الله بإذن الله دوافع الفرقة من دلوقتي، ودي بيراميدز لانها فرقة كبيرة، فالمباراة هتطلع مباراة كبيرة ان شاء الله،
والنادي الاهلي هتكون الاستفاقه بتاعته النهارده هيديهم دافع ايه؟ الحكم المباراه، حكم نهائي كاس لسه العالم. كنت بتكلم في النقطه دي، اعتقد دي حاجه بقى عايزه ندخل بيها مطمنين، ان قصه ان انا داخل قلقان من تحكيم او غيره، بتهيألي النهارده مع هذا الحكم الدولي اعتقد في اطمئنان الى حد ما من الجانبين. هيحسس الفرقتين انهم بيلعبوا في كاس عالم. بالظبط. لا ان انا هنلعب النهارده كاس، ده ما هو بتاع نهائي كاس هو عالم. حكم قبل كده النهائي اللي كان الاهلي والزمالك بتهيألي برضو. بس النهارده بعد هو ما عمل الانجاز بتاع نهائي كاس العالم، فطبعا طبعا ده هتدي اللعيبه دوافع اكتر واحساس اكتر انهم بيلعبوا كره قدم عالميه. رائع جدا. طيب خليني اروح مع حضرتك برضو وتوقعات، خلينا نروح شويه توقعات، مين يوصل في الدوري عندنا للمربع الذهبي؟ اكيد هتقول اهلي وزمالك، مين تاني؟ بيراميدز وفيوتشر. فيوتشر. فيوتشر عامل نقله برضو، يعني فيوتشر مع الصفقات اللي احنا شاهدناها من كام شهر اللي هي كانت فريق كامل تقريبا، وعلى فكره بالمناسبه سيراميكا نفس القصه برضو، سموحه نفس القصه برضو، كان اسوان نفس القصه برضو، يعني فرق تانية تم إعدادها زي ما بيتقال كده، وإحلالها وتجديدها. وعلى فكرة ده ظهر أو نتيجته ظهرت على الأرض بشكل إيجابي، يعني كنا قلقانين من عدد الصفقات، يقول لك هل ده لصالح الفريق أو لا، لحد دلوقتي أعتقد الصفقات عاملة شغل كويس مع الأندية المختلفة. لا، هي الصفقات الكتيرة تؤثر بالإيجاب أو تؤثر بالسلب. إحنا شفناها مع بيراميدز في بدايته ما كانتش موفقة، يعني لغايه ما اللعيبه لعبوا مع بعض سنه واتنين واندمجوا حسوا بيهم، لان صحيح. كل واحد له طريقته وكل واحد له اسلوبه. اما فيوتشر فكل اللاعبين انا بسميهم جعانين كوره. يعني ايه جعانين كوره؟ كل واحد عايز يطلع اللي جواه. صح. في علي ماهر سنه مش كبير قريب منهم، حاول يعمل التوليفه وربنا وفقه انه جاب مجموعه لعيبه يلمسوا مع بعض فاصبحوا فرقه. يعني هم كافراد افراد، لكن لما بيجمعوا مع بعض في طريقه، مع وجود المدرب مع وجود اداره سايباه ان هو يتحرك زي ما هو عايز، فدي ادتهم الدافع ده والحماس ده، رغم ان هم من فرق مختلفه، يعني صحيح. من كل نادي، من كل طب. زهره بستان، طب. يعني من كل بستان الزهره. فهم دولت ده فيوتشر. اما بيرز نضج دلوقتي، هم كان الاول كانوا افراد. يعني افضل من البدايه طبعا. طبعا صحيح. دلوقتي بقوا فرقه، وطبعا الزمالك فرقه والاهلي فرقه. كابتن فتحي الوقت خلص، نتمنى الافضل ان شاء الله النهارده من السيناريوهات المختلفه في المباراه، هكلم حضرتك بعد المباراه ان شاء الله. وان شاء الله المكالمه نبقى بنبارك لبعض يا فيها رب ان شاء باذن الله. الله. ان شاء نورتنا يا الله. كابتن فتحي، ومره ميرسي. تانية كل سنه وحضرتك طيب، وانت وبمناسبه طيبه. طبعا عيد ميلادك كمان. اوكي، ميرسي جدا. شكرا لك. هنروح شكرا. فاصل سريع جدا ونرجع مع حضراتكم عشان تبقى الفقره الطبيه الاخيره، هي اخر فقره معانا النهارده، خليكم معانا.